منتخب مصر تنتظره مواجهة قوية جدا قدام المنتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم، مواجهة نهائية للتأهل لكأس العالم، مواجهة بين محمد صلاح وبين ساديو ماني. تتوقع مين يتفوق فيها؟ فرقتين دولتين قويه جدا في مجال كره القدم. انا عارف انها هتكون مباراه دوليه مصريه مهمه، وايضا يوجد لاعبين مهمين زي محمد صلاح ومبابي. بالتاكيد سوف تكون منافسه قويه جدا وتكون مباراه لا تنسى، لانها هتكون المباراه للتاهل لكاس العالم. مين برضو اللي يكسب؟ تتوقع مين يكسب؟ صعب جدا اقول الان. اتمنى يا مصر تكسب. انا عارف انا عملت بعض اللقاءات مع التلفزيون المصري، عشان كده انا محب للفريق المصري. اتمنى طبعا الفوز للفريق المصري.